السلام عليكم، صباح الخير عليكم. اليوم جبت لكم البريوش بالكريمة. روحوا نسبقوا نديروا الكريمة. نحكموا نص لتر حليب بارد، زوج مغارف سكر أحرش، وثلاث مغارف نشا مايزينا. نذوبوها نحركوها مليح حتى نذوب النشا والسكر في الحليب البارد، ثم نشعلوا النار، نار تكون قليلة، ونحركوه حتى نتحصل على كريمة شوية خاطرة. كي اخترت لنا الكريمة طفينا لها النار وزدنا لها مغرفة زبدة، وحركنا حتى ذابت الزبدة واندمجت مع الكريمة. هنا طفينا لها النار ودرناها في وعاء وغطيناها ببابي فين ولا سيلوفان، وخاصة على الجوانب به ما يدخل لناش الهواء، ونديروها في ثلاجة لتبرد. هنا نجيو نوجدو العجينة تاعنا. احنا نسحقو السكر، الحليب، الحليب كونسنتري سكري، الزيت، الفارينة طبعا، والخميرة تاع العجين بولونجير. هنا سخنا الحليب تاعنا اللي هو 200 سنتيليتر تاع الحليب، درنا فيه السكر ودرنا فيه الخميرة تاعنا تاع الكاطو، حركناه مليح، غطيناه وخليناه لمدة 10 دقائق تخمر لنا. ونولو هنا طلعت لنا الخميرة تاعنا تفاعلت، حركناها ونضيفوا لها المكونات تاعنا اللي بقاو. درنا البيضة، درنا الزيت، درنا الحليب النسلي تاعنا، المسكر على هذيك ما درناش السكر بزاف في العجينة، وعندي باطا فروماج بلون. تحبوا تعوضوها بالياوغت ناتور. نحركوا مليح هذيك المكونات. دمجت مليح لهنا، نبداو نضيفو في الفارينة تاعنا بشوية حتى تتلم لنا العجينة وتكون طرية. هنا درت الملون الغذائي باه تمد لنا شوية العجينة صفراء كيما تجي تشابه شوية اللي تتباع في المحلات، تقدروا تستغناو عليها. هنا نبداو نديرو بالفارينة بشوية ونلمو العجينة. ما ننساوش نديرو الملح. كي تبدا تذقل العجينة لهنا نستعملو ويدينا، والعجينة لازم تكون خفيفة ما نديروهاش يابسة باش يجيو الخبزات تاوعنا طريين، والعجينة راهي خفيفة بزاف. لميناها ونغطوها ونخلوها تخمر. بعد ما طلعت لنا العجينة تاعنا فرشنا الفارينة في البلون ترافاي تاعنا
ونقسموها باش نقدروا نخدموها على شغل دي باغيت. هنا نشوف بلي جاوني 6. نديروهم كريات بعد ما نخلصوهم نخلوهم يرتاحوا 15 دقيقة. وهنا نفرش الفرينة ونبدأ نحلل في الكريات تاعنا باه نديرهم شغل دي باكيت. نحلوهم ومن بعد باش ندوروهم. دوك تشوفوا الطريقة باش الخبزات تاعنا يجيو خفاف ميجيوناش اذكال. خلصنا لي باغيت تاعنا هاهم. هنا درت 5 والاخيره راح نديرها بشكل اخر. حللتها كيما الاخرين هاهو السمك تاعها كيفاش، وجبت الكونفيتور تاع لي ميرتي وطرحته كامل على هذيك الكرسه تاعنا. بعد كانوا عندي دي بيبيتو شوكولا درتهم مع هذاك الكونفيتور، دريتهم فوق القرصة ومن بعد دورتهم كيما الطريقة الأولى اللي درت بها القرص باش ندير اون باغيت ونخليها تطلع كيما الأخرين. خلي الكونفيتور يبان بالذمة على الحواشي. وهنا حكمت درت لهم شكل بالمقص والاخرين بالموس، وجبت دهنتهم بالبيض اللي زدت له شويه حليب ودخلتهم للفرن لمده 10 دقائق اللي كان ديجا سخنته من قبل 180 درجه. ها هو بعد ما طاب حمارو لي مليح وجاوني خفيف بزاف. جبنا الكريمة تاعنا بعد ما كانت في الفريجيدير في الثلاجة وجبت الباتور عاودت خبطتها خطرة ماكش نلقاوها جمدت شوية من البرودة. جبنا اون بوش ودرنا فيها الكريم تاعنا وحلينا لي باغيت تاعنا على النص بالسكين ودرنا لها الكريم لداخل. اللي يحب يزيد الكاكاو في الكريم يقلبو تاع الشوكولا يزيد يدير النكهات اللي يحب. انا خليته فاني ودرته من داخل. من الفوق درت له شويه سكر كلاسي. دوك نشوفوه كيفاش جا، راه خفيف بزاف بزاف.
هذه اللي دب داخلها الكونفيتير والشوكولا. ها هو كيفاش جانا من داخل، جا خفيف وطالع، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. صحة فطوركم، الى اللقاء.